Neymar's free kick. Tried to surprise Neymar. Played into the middle towards Edinson Cavani, and it's clutched by Kayar. Neymar trying the Dani Alves, that's a very useful ball indeed towards Neymar. Brilliant touch by Neymar, brilliant goal! And Paris Saint-Germain in front. قول دي ستار وامام نابولي وادي امام ده هنا مبابي يسجل المره دي ادي الهديه من نيمار ومبابي يسجل هدفه رقم 15 في هذه المسابقه ينفرد بصداره الهدافين متفوقا على بيبي لاعب الايفواري لاعب ليل اللي عنده 13 وامام ده هنا هدف رائع هدف جميل ملعوب انخيل دي ماريا عدى بشكل رائع جدا وشال كرة جميلة راسية المتعة المتعة موجودة العرض الفني النهاردة موجود في هذه المباراة في ملعب حديقة شفنا الكرة الوحيدة بتاعة ديدو وادي أماندا ماركينيوس عملها قوية قوية ممكن شوط أول تسيده تماما فريق باريس سان جيرمان أماندا خلاص خلاص الخطأ القاتل الخطأ القاتل ومبابي يسجل الثنائية هنا في هذه الليلة بعد هذا الخطأ القاتل القاتل يسجل أمامنا هنا مبابي الهدف الثالث في اللقاء والهدف الثاني لي وإن كان طبعا مبابي وصل ل16 ودي كرة مرة ثانية كرة مرة ثانية المرة دي من قبل اللعب لمسة من جانب نيمار إلى مبابي حاجات بتتعمل حلوة قوي بين نيمار ومبابي تفاهم عالي مهاجم في هذا توخيل والطقس البارد هنا وهدف جديد المرة كافاني تاني يعملها تاني برنات يصنع وكافاني يسجل الهدف في هذه المباراة هو الهدف السابع وصنع اثنين في 13 مباراة أمام هذا الفريق أمام جانجون كافاني هنا لك هدف في الدقيقة 11 وهدفين للنجم اللي أمامنا هنا هو بيدخل في زمرة الهدفين اللاعب كافاني ينضم كافاني إلى مبابي كافاني هدفين ومبابي هدفين ونيمار هدف في هذه المباراة وأمامنا هنا الانطلاقة وكافاني يضعها باقتدار عشان يسجل كافاني هدفه الثاني في هذه الليلة وحتى رحل بقى في هذه الفترة بص شوف نيمار بيعمل ايه الستة اللي اتكررت في هذه المباراة الستة اللي شفناها في 2015 هنا كل واحد نفسه في حاجة بيعملها ونيمار ممتعنا هو جايب هدف بقى جايب اتنين وصنع ومبابي جاب بص شوف نيمار بيعمل كل حاجة في الكورة وادي العرضية عم كافاني يا ملك الهاتريك امامنا هو هاتريك زي ما سجل كافاني في لقاء 6-0 في 2015 لكن تعالى في رايه وفي تسلل مفيش سابع لا امام المدينه خلاص تبديلات ثلاثه تمت كافاني في رحله البحث عن الثامن ومبابي المره دي يسجل الهاتريك في الدقيقه 80 يبقى هاتريك مبابي هاتريك كذلك الكافاني وهدفين لنيمار في هذه المباراه اللي بتشهد فوز عريض وفوز كبير حتى هذا نوفمبر خلفا لكومبوري ومدالة الامور الصعبه وفرصه وبونييه البديل ولما لا مونيه البديل يحتفل ويسجل كما سجل من قبل في مرمى رين وفي مرمى رينس وسجل